لا تنتهي كوارث البصرة ولا تتوقف مفاجأة الإهمال التي أحالت المدينة المهمة إلى حالة يرثى لها. الطرقات الرئيسة لا تصلح لعبور السيارات الصغيرة فضلا عن الشاحنات التجارية الكبيرة. هذا الطريق من جسر خالد وصولا إلى منفذ الشلامشة وصولا إلى 40 كيلو ارتباط بالسريع على الدولي، هذا يعتبر خط دولي بس مهمول، هذا خط استراتيجي، يعني أبسط شيء من تجي الزائرين من غير دولة، من أفغانستان، من إيران، تجي على الشلامشة على هذا الطريق، على هاي الشعلمات الذهب الصافي، هاي الخير مال الله يغذي البصرة ويغذي العراق كله، هذه النار المشتعلة زين هاملينها منتهين من عندها. طريق استراتيجي واصل هنا سايدين ومقطوع، وانه بعدين يوصل جسر يربط الاكاديميه مال الخليج العربي بجسر خالد بيران، ما حد جاي يوصل له ولا احد مهتم به ولا مسؤول. في اليوم وصلنا وزير النفط فتره مال الانتخابات صلحها 250 مليون اخذ عليه، كتب كلفه 250 مليون بس ترابات ورمل صبيس دبوا عليه. ترك الطرقات الرئيسه مهمله وحرق النفايات على جنباتها راجع إلى غياب المشاريع الفعالة لتعبيد هذه الطرقات وصفقات الفساد التي تشوب كل مشاريع محافظة البصرة. بالنسبة للمشاريع اللي جاي تحدث محافظة البصرة، جاي تحدث هناك سرقات. شلون تحدث سرقات؟ يعني المواطن هم يعرف أنه المشروع مرصودة الأموال، مرصودة الميزانية، يعني من يصير تلكؤ بالعمل أو بالمشروع هناك حدث تسأل المقاول يقول لك والله هذا المشروع مو إلي، أو المحافظة أو مجلس المحافظة لو صح التعبير من كان يقول لك يا ما تعطيني التخصيص المالي الكافي، تروح المحافظة يقول لك لا المقاول ماخذ كل استحقاقاته. وكما جرت العادة لم تجد نفعا مناشدات الأهالي للحكومة بحل مشاكل الطرقات والتلوث البيئي. احنا ناشدنا الحكومة المحلية أكثر من مرة تقريبا، فقالوا هذا على أساس طريق استراتيجي وصار سنتين يمكن ولحد الآن ماكو شيء. هاي واحدة. الطريق ثاني شيء هذا طريق استراتيجي رابط من جسر خالد إلى جسر السريع، يعني هذا إذا تبلط وصار أرصفة من نوم النار وصارت إنارة بيه شنو المشكلة؟ شوف هاي بعينك، انتبه شوف التراب، إذا هسه هاي العوائل شنو ذنبه؟ وأكو أمراض. أقل ما يوصف به حال البصرة أنها أصبحت علامة بارزة في تردي الخدمات والبنى التحتية وارتفاع نسب التلوث البيئي المؤدي إلى أمراض وأوبئة أصابت البشر والحيوانات والنباتات.